فان اوستنروي. ادي من اللاعب جوتي، عبا حلوه، كريستيانو رونالدو يبحث عن الهاتريك، لكن العبا حلوه، وادي الكره لكريم بنزيما، لا كريم بنزيما، لكن جوتي انك تلعب بجوار كل هؤلاء العمالقه لابد ان ينالك من الحب جانب، وينال من الحب والتقدير، لانه بيسجل تاني هدف ليه في الليجا بعد ان سجل في اسبانيول، يسجل في هذه اللحظات، دخل كبديل في لقاء اسبانيول وسجل في يعني هذه المباراه، كان اساسي عفوا في لقاء اسبانيول وسجل، والنهارده يدخل كبديل ويسجل. ادي امامنا بنزيما، هي بالاول جول لكن تذهب الى جوتي، وجوتي يسجل الهدف الثالث في مرمى الحارس رينان امام دفاع بقى يتراجع.